كمبيوتر قولي ايه؟ ليك في الكمبيوتر؟ طبعا بتقعد قدام شاشات لوقت كبير، اطفالك كمان بيقعدوا قدام الشاشات وبتخاف عليهم من الاشعه اللي بتطلع منها زي ما كنا واحنا صغيرين بيعملوا لنا. ده بيحصل كتير اسماء، والمشكله كمان ان بيوتنا كلها بقت كده، يعني كل حد قاعد على جهاز كمبيوتر او على لاب او مثلا تاب بالاطفال الصغيرين، فالاشعه محصرانا في كل لحظه في بيوتنا. قصة غريبة. انا عايزه اطمنكم بقى واطمن الناس ان احنا عندنا فريق بحثي نجح في تطوير نموذج للاضاءه بيعمل نوع من انواع التفاعل بيساهم في التقليل بشكل كبير جدا من ضرر الاشعه الاجهزه الالكترونيه. نشاهد. تعال نشوف. هل تشعر بالصداع والارهاق واجهاد العين لقضاء ساعات طويله امام شاشه الكمبيوتر والهاتف المحمول؟ ربما عليك معرفه ان الضوء الازرق المنبعث من الاجهزه الالكترونيه هو أحد الأسباب لإجهاد العين. وسعيا للتخفيف من ذلك الضرر، توصل فريق بحثي بإحدى الشركات الناشئة إلى نظام إضاءة تفاعلية. بنحل مشكلة الإضاءة الثابتة اللي موجودة في المكان، أكتر من بحث بيثبت إن العين محتاجة تتعرض لإضاءة متغيرة، زي ضوء الشمس بالظبط بيبدأ باللون الأبيض ويبدأ على مدار المغرب لونه يتغير للون الأحمر، ده بالظبط اللي إحنا بنعمله باللمبة بتاعتنا، إن إحنا بنخلي الإضاءة يبدأ اللون بتاعها يبدأ باللون الكول اللي هو اللون الأبيض قوي، ويبدأ يتغير اللون بتاعها يميل للورم لغاية على مدار الليل. هدفنا العام إن إحنا نغير مفهوم الإضاءة من الإضاءة الثابتة لإضاءة إن هي بنقدر نتحكم في لونها ونقدر نتحكم في شدتها. وعلى الرغم من انتشار طرق مماثلة للإضاءة الصحية حول العالم، إلا أن تلك التجربة هي الأولى من نوعها محليا وتعتبر أقل في التكلفة من التقنيات الشبيهة عالميا. اللمبة بتاعتنا بتفرق عن اللمبة الورم العادية اللي هي بتتباع في السوق، إن احنا اللمبة بتاعتنا أول حاجة إن أنت بتقدر تتحكم في الدرجة بتاعت لون الإضاءة على حسب الدرجة اللي انت هترتاح لها، تاني حاجة ان انت بتتحكم في الشدة بتاعة الاضاءة. في اغلب الاوقات انت مش بتبقى محتاج ان انت تبقى شغال على اضاءة قوية، خصوصا لما تحس بالاجهاد بتحتاج ان انت يكون عندك نور، بس محتاج ان انت تقلل الاضاءة بتاعتك. احنا اول بروجرام دخلناه هو كان بروجرام نورت، وده كنا بناخد فيه دعم تقني واخدنا جرانت كانت قيمتها 20,000، ده كان بنهايه شهر 7 2016. بعد كده دخلنا في انكيبيشن اللي هي ابني بيوفروا لنا مكان بنشتغل فيه، بيوفروا لنا معمل بنعمل فيه البروتوتايب بتاعنا، بيوفروا لنا دعم مالي لمدة 9 شهور وقيمته 125,000 جنيه. يستهدف الفريق مصمم الجرافيك بشكل مبدئي من خلال لمبات المكتب الذي يقوم الفريق بتطوير شكلها النهائي حاليا، على أمل أن ينتشر استخدام المنتج في المكاتب والمنازل. فكرة جميلة ومحترمة، وأفكار دايما محتاجين نطبقها، محتاجين نشوفها كده أسماء في حياتنا. يعني الفريق اللي احنا شفناه ما شاء الله شوية شباب عنده إبداع وعنده طاقة إن هو يعمل لمبات وحاجات توفر وحاجات تقوم الأجهزة. بس أنا كنت متخيلة أكتر إن هو هيبقى في الأجهزة الإلكترونية وشاشات الكمبيوتر، لكن واضح إن ده هيبقى في مجال أوسع كمان، حتى الإضاءة في البيت وتغير لونها، حاجة لطيفة قوي على فكرة. بالظبط، بتدي أجواء مختلفة كده في البيت. وبعدين جميل جدا كمان فكرة إن يبقى عندنا كده وعي بالاشعه اللي بتطلع من الاجهزه، يعني انت عارفه كميه الاجهزه الموجوده في حياتنا كتيره جدا، فازاي نحافظ على صحتنا لاننا من غير ما ناخد بالنا بنتعرض لاجهزه كتير، ومن غير ما نعرف الاجهزه دي اشعتها بتسبب ضرر في المستقبل.